يسعدنا أن نرحب بضيفنا من جنيف سيد رامي عبدو رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان. دكتور أهلا بك معنا. إذن الجيش الإسرائيلي يقول كل 3 يقتلوا على يد الجيش من بينهم 1 مسلح أو مقاوم، كيف تنظرون إلى هذه التصريحات وكيف تدحضون هذه الرواية؟ يعني بالتأكيد أولا تحياتي لك أستاذ حازم وللمشاهدين. بالتأكيد الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن إلا أن يقدم مثل هذه الروايات، لكن على أرض الواقع الأرقام تتحدث وتفند هذه الإدعاءات. اليوم إحنا نتحدث عن حوالي 23 ألف ضحية فلسطيني، نحن نقوم بحساب ذلك ضمن آلية معقدة. تعلم أنه في عام 2012-2014 وعام 2021 لدينا وحدة متخصصة في عمليات الرصد، والواضح جدا أنه هناك الكثير من الضحايا الذين لم نقم برصدهم حتى هذه اللحظة. هذه الأرقام نقوم بمطابقتها مع أرقام وزارة الصحة. دعني أشرح أكثر حتى يتبين المنهجية التي نقوم بإعدادها. فضل. تعلم وزارة الصحة تقوم بإحصاء الضحايا الذين يصلوا إلى المستشفيات، وبالتالي هي لديها عملية صارمة في احتساب الضحايا وتسجيلهم وإصدار شهادات وفاة. نحن نقوم بجانب ذلك، بجانب اعتماد أرقام وزارة الصحة ومطابقتها مع الأرقام والأسماء الواردة لدينا، أيضا بمطابقة أو محاولة إحصاء أولئك الذين يوجدوا تحت الأنقاض. أرقام وزارة الصحة اليوم تتحدث عن حوالي 17400، يضاف إلى حوالي 7000 من المفقودين تحت الأنقاض الموجودين تحت الأنقاض. لدينا آلية نعتمد أنه من هو موجود تحت الأنقاض قبل أسبوعين نعتبره في عداد المفقود الضحايا، لأنه للأسف الشديد هناك يعني نسبة أو احتمالية قليلة جدا أو ضئيلة جدا أن يكونوا من بين الأحياء. اليوم الأرقام عندما نتحدث عن 23 ألف ضحية، هناك منهم فقط 9000 طفل فلسطيني، هناك حوالي 4500 امرأة. هذا الرقم بمجموع لو جمعناه سويا يتجاوز حوالي 60% من مجمل الضحايا. إذن 60% من مجمل الضحايا وفق أرقام وزارة الصحة، وفق أرقامنا، وفق الأرقام المعتمدة لدى الأمم المتحدة، هم أطفال ونساء. هناك رقم يتجاوز 10% لكبار في السن، أي أن يعني كبار السن والأطفال والنساء رقمهم يتجاوز 70%. إذن تبقى 30% من الرجال. الرجال قمنا بعملية احتساب للرجال الذين نتيقن أنهم من المدنيين، وجدنا أنهم أكثر من 60% من المدنيين. لدينا كوتات معينة، على سبيل المثال أولئك الذين يعملون في منظمات الأمم المتحدة، أولئك الذين يعملون في منظمات دولية، أولئك الذين يعملون في أجهزة تابعة للسلطة الفلسطينية، أولئك الذين يعملون في قطاعات خدمية ومعروف عنهم أنهم نظيفين أمنيا، أولئك الذين حصلوا على تصريح إسرائيلية للعمل داخل الأراضي المحتلة عام 48. وبالتالي كل هذه الأرقام أكدت أننا نتحدث على الأقل عن رقم 91% من الضحايا حتى هذه اللحظة من المدنيين. تبقى 9% يقارب 2000، نعتقد أنه 1800 إلى 2000، قد يكون جزء منهم أيضا من المدنيين، لكن حتى نقطع الشك باليقين اعتمدنا أن هذا الرقم هو أرقام لمسلحين فلسطينيين يحتاجوا إلى مزيد من التحقق. لكن 91% نستطيع أن نقول بشكل حازم ودقيق أنهم جميعا من المدنيين. إذن 91% من الضحايا هم من المدنيين، لكن إسرائيل تشكك في ذلك، تشكك في أعداد الشهداء، الإصابات، أيضا حجم الدمار، وربما إسرائيل تجد من يساندها في هذا التشكيك. هناك بعض التصريحات الغربية تتحدث عن إنه هذه الإحصاءات غير دقيقة ويجب أن يذهب فريق مستقل للتحقيق في هذه الأعداد التي يتم إصدارها، سواء كان من المرصد الأورومتوسطي أو حتى من داخل قطاع غزة. ما الهدف بذلك؟ يعني هذه نقطة مهمة حازم. إذا كان المفروض أن يكون هناك لجنة فلتأتي لجنة. من الذي يمنع اللجان؟ ومن الذي يمنع الصحفيين؟ ومن الذي يمنع عمل المؤسسات الدولية والمؤسسات الحقوقية؟ بالتأكيد الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يريد أن تخرج هذه الأرقام. وبالمناسبة عندما نتحدث عن هذه الأرقام، ما الذي يفرق مع المتلقي الغربي أو المتلقي حول العالم إذا كان الرقم 23 ألف أو 17 ألف؟ هل سيفرق كثيرا؟ هل سيتحرك؟ هل لو الرقم حدث وحصل 30 ألف، هل
هل سيختلف عن ردود فعل العالم عن 15,000؟ وبالتالي أنا لا أعتقد أن هناك ما يدفع وزارة الصحة الفلسطينية على سبيل المثال في غزة التابعة لحكومة غزة أن تلعب في الأرقام أو تزور بالأرقام، وبالمناسبة هذه أرقام تعتمدها الأمم المتحدة وتعتمدها الولايات المتحدة الأمريكية. وأعتقد أنه تم تفنيد هذه الادعاءات عندما خرج بايدن في بداية الهجوم الإسرائيلي أو الحرب الإسرائيلية أو جريمة الإبادة الإسرائيلية وشكك في هذه الأرقام وأصدرت أرقام وزارة الصحة، ثم خرجت الولايات المتحدة لتؤكد أن هذه الأرقام دقيقة، والمدعي العام أو المتحدث العسكري الإسرائيلي حتى أكد هذه الأرقام. وبالتالي أستطيع أن أقول بشكل واضح أن جل هؤلاء هم من المدنيين. إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة. عندما ننظر إلى الأرقام نحن نتحدث عن 23,000 ضحية، هناك المئات بالتأكيد ممن هم ما زالوا تحت الأنقاض لم نستطع إحصائهم، وهناك العشرات وربما المئات من الذين دفنوا داخل أفنية منازلهم. تعرف جيدا أن الكثير من العوائل اضطرت لدفن أبنائها في أفنية المنازل وداخل منازلها. هذا الرقم يضاف إليه حوالي 47,000 من الجرحى، أي أننا نتحدث عن 3.5% من سكان قطاع غزة قتلوا أو جرحوا. وهو حتى نفهم أو نقارب هذا الأمر إذا أخذنا نسبة وتناسب، أي أننا نتحدث عن حوالي 19 مليون عربي، أو نتحدث لا قدر الله عن 3.5 مليون مصري قتلوا أو جرحوا خلال شهرين فقط. وبالتالي هذا رقم مهول، هذا رقم يعكس جريمة الإبادة الإسرائيلية، وأرقام الأطفال لا تكذب. يستطيع اليونيسيف تعتمد رقم 7,000 طفل. لك أن تتخيل أنه 40% من الموجودين تحت الأنقاض هم من الأطفال. هذا يعني أنه رقم حتى رقم اليونيسيف هو أعلى من رقمنا، أعلى من 9,000 وأعلى من أرقام وزارة الصحة. نعم دكتور رامي، أيضا هناك في إطار هذه الأرقام التي نتابعها معك الآن، قلت أنه 9% فقط هم من المسلحين الذين تم استهدافهم، الحديث عن 22 هدفا فقط تم من خلال هذه الأهداف استهداف ربما مقاومين، من يتبعون لفصائل مقاومة في قطاع غزة. هل هذه الإحصائية دقيقة؟ هل هي موثوقة من وجهة نظرك وفقا للتوثيق الميداني؟ يعني ما أستطيع أن أؤكد أن 91% تقريبا 20,900 من الضحايا من أصل 23,000 نسبة الخطأ فيهم هي أرقام عشور بالآلاف، أي أن الرقم بالتأكيد هو رقم أن رقم المدنيين أو نسبة المدنيين تتجاوز 90%. بقي 9% التي تحدثنا عنها، قلنا أن جميعهم من المسلحين، من المنضوين تحت الفصائل الفلسطينية المسلحة، ربما عسكريين وربما حتى سياسيين. لذلك جزء حتى من 9% قد يكون من المدنيين، قد يدخل تصنيفه في المدنيين. لذلك عندما قلنا واستثنينا الرجال الغير عسكريين اعتمدنا عدة معايير، كما قلنا منها موظفين في السلطة، منها حصلوا على تصريح لدى الجانب الإسرائيلي أو الاحتلال الإسرائيلي، أو عاملين في منظمات دولية إلى آخر. وبالتالي حتى 9% هي رقم قد يكون جزء منهم المدنيين. تمام. وبالتالي أقصى ما يمكن أن نتحدث عنه هو حوالي 1900 من المسلحين الفلسطينيين. دكتور، أيضا كان هناك تصريحات للمرصد الأورو متوسطي، تقول هذه التصريحات ينبغي على وكالات الأمم المتحدة عدم التواطؤ في حرب التجويع الحاصلة في غزة. هل هناك حرب تجويع بالفعل في القطاع؟ يعني أنا أعتقد أنه المشهد اليوم مأساوي في شمال غزة ووسط غزة. الناس بالفعل أعتقد أنه هناك عدد من الحالات التي وثقناها لأطفال توفوا نتيجة الجفاف. هناك حالة من الجفاف والجوع الشديد والحاد في منطقة وسط قطاع غزة ومنطقة شمال غزة، والناس لا تجد ما تأكله. تقرير لمنظمة الغذاء العالمي أول أمس صدر تحدث أنه 9 من كل 10 من الغزيين لا يتناولوا طعام على مدار اليوم، أنه لا يأكل وجبة واحدة إنما لا يتناول طوال اليوم طعام، 9 من 10. وهذا تقرير تابع لمنظمة العالمي. المشهد حقيقة مأساوي، التجويع كبير ولا يصل الحد الأدنى. اليوم غوتيريش تحدث أنه لم يستطيعوا إدخال المساعدات إلا إلى منطقة رفح. لك أن تتخيل منطقة خان يونس، منطقة الوسطى ومنطقة الشمال. وبالتالي التجويع بلغ مستويات غير مسبوقة، وتعلم جيدا أنه الكميات التي تدخل هي كميات قليلة لا تتجاوز 100 شاحنة في أحسن حال، أي أن المتوسط حوالي 6 شاحنة، وجزء مهم من هذه الشاحنات هي معبأ بالمياه. نعم، رئيس المرصد الأورو متوسط لحقوق الإنسان الدكتور رامي عبدو كنت معنا من جنيف، شكرا جزيلا لك.